الداخلية كان مهم للغاية، وأعتقد أنه ستتبعه خطوات أمنية أخرى من تشكيل لجان لتأمين المنشآت الحكومية وتأمين كذلك الطرقات، إن لم يتبعها كذلك ربما إعلان حالة الطوارئ لإيقاف أي تحركات لأي ميليشيات على الأرض، لأنه عدن للأسف يعني يوجد فيها الكثير من الخلايا وتنتمي لأطراف مختلفة، وقد يحاول البعض للأسف يعني خلط الأوراق وإرباك الموقف، لكن ما زلنا نقول أنه حتى اللحظة جميع المواقف والتصريحات إيجابية، كذلك التحركات على الأرض إيجابية من قبل الجميع، ولا أعتقد أنه دخول عدن احتاج إلى معركة أو إلى مواجهة. الناس شعورهم كذلك جيد ومستبشرين بخيرا، لأنه ملوا من القلق الدائم الذي يحصل في مناطق عدن المختلفة، وسيطرة اللجان الأمنية المختلفة سواء كانت تتبع التحالف العربي أو تتبع الحكومة الشرعية أو حتى من يعني وجود بعض الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية. الوضع الأمني حاليا يحتاج إلى جهود جبارة وجهود كبيرة، ويحتاج كذلك إلى تواجد حكومي قوي خلال الساعات القادمة، وأعتقد أنه سنسمع خلال الساعات القادمة إن لم يكن الليلة خطابا للرئيس عبد الرب منصور هادي، وهو الرئيس الجنوبي والرجل الجنوبي الذي له ارتباط تاريخي بهذه المدينة والتي اختارها عاصمة مؤقتة بعد الانقلاب الحوثي الإيراني داخل صنعاء. الناس بحاجة إلى طمأنة، الأطراف السياسية وكذلك الحراك الجنوبي بمختلف مسمياته يحتاج إلى طمأنة بالنسبة للفترة القادمة، ويحتاج كذلك إلى دعم كبير من التحالف العربي لإكمال الحوار الذي ما زلنا بحاجة إليه فعليا لإصلاح الكثير من الاختلالات بمشاركة الجميع، حتى تكون الشرعية سقف وبيت لكل المشاريع الوطنية داخل اليمن ولجميع المشاريع المناوئة للميليشيات الحوثية.